أجرى يحيى الكومي حوار مع قناة أبو ظبي الرياضية وتحدث فيها عن رأيه في سنة أولى تولى فيها رئاسة النادي في ولايته الثانية، وأكد الكومي أنه حقق استقرار كبير للدراويش، ورغم ضعف الإمكانيات وقصر مدة تواجدنا في الإدارة وصلنا للمركز الثالث في كأس الرابطة ونعمل على أن نصبح الأول، ففي البداية تسدد وتحصل على ركلة ركنية حتى تصل لتسجيل الأهداف، الأهم هو المحاولة. وبسؤال عن مطالبات سحب الثقة منه ومن مجلس إدارته رد ضاحكا: هناك أعداء نجاح وهناك من يتزعمهم، وهو الشيطان الأكبر وسمسار المدينة، وهذا يحدث في كل الأندية، لكن أين سحب الثقة؟ كل هذا حديث، فأين أعضاء الجمعية العمومية؟ قمنا بنجاحات متتالية. وبسؤاله من هو الشيطان الأكبر أجاب: سمسار من السماسرة في المدينة، أطلق عليه سمسار المدينة، وكل جمهور الإسماعيلي يعرفه جيدا. وعن كيفية التعاقد مع أخوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق أجاب: سيرة جاريدو الذاتية جيدة ونتائجه في السعودية كانت مميزة، وسألنا لاعبي الأهلي ومنهم عماد متعب، وقيل لنا مدرب جيد جدا، وجاء ذلك بعد استشارة اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي. وبسؤاله عن جاريدو هل هو رجل المرحلة المقبلة أجاب: هكذا أعتقد، والنتائج ستظهر كل شيء، والمية تكدب الغطاس مثل ما يقولون، ولو خسر مباريات متتالية سيرحل، الأمر بسيط، لن أستمر في الخطأ مهما كان. وأكمل: كل صفقاتنا الصيفية أصفهم بالسوبر، وليفربول يملك لاعبين سوبر ولا يفوز، وتوج بالدوري مرة واحدة فقط، ومانشستر سيتي يفوز ويخسر. ليس معنى امتلاكك الأفضل للاعبين أنك ضمنت الفوز بالدوري، ولكن أثق في قدرتنا في تحقيق نتائج إيجابية. وأتم الكومي تصريحاته: ليس عيبا أبدا أن تفشل، والنجاح هو الخروج من العثرات لتحاول مجددا وتنجح.